ومدريد ريال بيتيس وين شاهدنا كيفاش الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله السابعه وين شاهدنا وين اتلتيكو مدريد بالخطه تاعو سيموني وين دخل بخطه 4-1-4-1 شاهدنا كيفاش ريال بيتيس اللي لعب بخطه 4-4-2 خاصه بعد خروج اللاعب بالبطاقه الحمراء في الدقيقه 71 وين شاهدنا كيفاش لعب 4-4-1 لعب 4-4-1 يعني وين كانت المباراه كانت صعبه على ريال بيتيس بعد خروج مارتين. يعني نقولوا باللي اليوم وين اتلتيكو مدريد وين سجل في الشوط ماركوس في الدقيقه 46 وين سجل الهدف الوحيد شنا كيفاش يان شنا كيران شنا ستيفان فيليبي ماريو ماركوس لوكاس كوكي توماس لويس سواريز انخيل كوريا شنا كيفاش هيكتور وين دخول هيكتور يانيك جاو اللي دخلوا في الريان لوردي اللي دخل في الشوط الثاني من اجل اعطاء نفس جديد. شاهدنا كيفاش ريال بيتيس بمشاركه عيسى ماندي في 90 دقيقه شنا كلوديو مارتين عيسى ماندي مارك إليكس شنا رودريغيز ويليام سيرجيو شنا كريستيان تيلو أنطونيو نبيل فقير. يعني رغم ذلك وين شاهدنا كيفاش كانت أتلتيكو مدريد وين فرض اللعب تاعو خاصة بعد خروج اللعب مارتين في الدقيقة 71 يعني كانت وين خلط الحسابات بعد ما كان نقولوا باللي ريال بيتيس كان يفرض في اللعب تاعو لكن بعد خروج اللعب وين أتلتيكو مدريد وين استغل الفرص استغل كما نقولوا استغل النقص العددي وعرف كيفاش يسجل عرف كيفاش يدافع خاصة في الدفاع ووسط الميدان والكرات المرتدة تاع أتلتيكو مدريد اللي دائما وين تكون سريعة وخطيرة. هذه هي الجولة السابعة أتلتيكو مدريد ريال بيتيس في الدور شفنا كيفاش المباراة الجولة السابعة وين أتلتيكو مدريد وانتهت بهدفين لسيف بعد ماركوس ولويس سواريز الذي سجل الهدف في الدقيقة ماركوس اللي سجل في الدقيقة 46 لويس سواريز في نهاية المباراة ويسجل في الدقيقة 90 وانتهت وين أتلتيكو مدريد هدفين ريال مدريد ريال بيتيس صفر في الدور الإسباني الدرجة الأولى.